هل من الممكن ان نحمل شخص واحد فقط هدف المباراة اللي دخل فينا؟ اكيد لا، يعني برضو فعلا كان ناس كتير بتتكلم عن رامي ربيعه تحديدا، خصوصا بالاسم عشان الجون. اللقطه الاخيره بتفرق، ان التشتيته كانت من قدم رامي ربيعه، ولكن الهدف اجمالا لا، مش غلطه رامي ربيعه لوحده. يعني لو هنستعرض بالحالات يا كابتن اسلام، او يعني الصور، حاله الهدف الغلطه من اول، يعني من التلت الهجومي بتاعنا. بص هنا، ده الجزء الدفاعي، الراجل طالع بالكوره يا كابتن اسلام من نص ملعبه كده زي ما بنقول، كانت ضربه ركنيه. بص يعني نرجع معلش الفريم الاولاني مره كمان، اللي هو الكره اللي في نص الملعب، عشان نرجع الصوره كمان. ايوه هتلاقي، لا الصوره اللي قبليها الواحده كمان، الصوره الاولى. ايوه بالظبط. بص هنا يا كابتن اسلام، الراجل خد الكوره ودي 47 ثانيه، 10 ثواني سرح بيها مع نفسه. صحيح. راح هناك، بص، ووصل من هنا لحد الصوره الثانيه لوحده خالص، من غير ما حد بيقابله، لحد ما الكره دي طلعت من رجله. هو ده نفس اللعيب اللي خدها. صحيح. وراح بيها ومحدش بيقابل ومحدش خالص. وبص هنا في كام لعيب من منتخب مصر، 1 2 3 4 5، وهنا اللعيبه اللي هتكمل الهجمه من غينيا 2، لان الثالث ده حتى اللي في ناحيه الشمال بتاعته، ناحيه اليمين بتاعتهم، هيخرج بره رجله. اهو بص يا كابتن اسلام، ده الفريم الثالث لهجمه الهدف. صحيح. واحد معاه الكوره، ادي فيه 5 لعيبه من منتخب مصر مقابل 2 لعيبه بس من غينيا بيساو في الهجمه. بمع احترامي طبعا لقدرات غينيا بيساو، ولكن قدراتهم اقل بكتير من ان هم ب2 لعيبه بس يشكلوا خطوره. صح. النهارده ده خطا في الضغط، خطا في التمركز، الراجل بعد كده بيلعب الكوره. يعني عارف انا في الحاجات اللي زي دي قبل ما تكمل وكده، محمد حمدي داخل غلط جدا، لكن عارف انا هعمل ايه وهو بيلعبها؟ هاخد خطوه لبره عشان يقع في التسلل. بالظبط. يعني انا بقول عشان كده، صح يعني حضرتك النهارده، هي انا من وجهه نظري برضه هي فاول على لاعب نادي، على لاعب منتخب لما بس قصدي كابتن اسلام، يعني دي او الحته الاولانيه دي وجهه نظر مهمه جدا، لان انت لازم كلعيب بخبراتك تبقى ذكي. هو لسه بالظبط، ارجع خطوه، يعني ارجع صح خطوه، خلاص هو بقى اوفسايد. بالظبط كده. فهنكمل كمل الفريم اللعبه اللي بعد كده. بعد كده بص، خلاص هو راح مع محمد حمدي وزقوا رامي ربيعه، طبعا بيشتتها، خبطت رجعت. برده بص يا كابتن اسلام، الراجل اللي شاط الكوره واخد متحرك من مكانه لوقعه. بص كان فين يا كابتن اسلام اللي هتروح له الكوره بقى بتاعه الجون، واقف في مكانه، في 2 لعيبه وراه، وفي لعيب ده مروان عطيه اعتقد في ال 18، مفيش اي حد بيغطي، مفيش اي حد راح، الراجل الكوره راحت له بكل سهوله. صحيح. وكل ده وحط الهدف. فالنهارده تحمل الهدف هو للعيبه المنتخب كلهم. رامي ربيعه واحد من الافراد اللي غلطوا في هدف منتخب مصر. طبعا التشتيته، لان هي اخر لقطه هي اللي بتتبروز طبعا. صحيح. وده طبيعي، ولكن برضو التحامل بزياده عليه. صح. ده غلط. صح. ما ينفعش.